مجاعة حدثت في مصر استمرت 7 سنوات. تعالوا أحكي لكم الحكاية. اسمها الشدة المستنصرية، ودي حدثت في عهد الخلافة الفاطمية تقريبا في القرن الخامس الهجري، في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، تحديدا في خلافة المستنصر بالله. حدثت مجاعة في مصر، مجاعة شديدة جدا سميت بالسنوات العجاف. ليه؟ حدث جفاف لنهر النيل، وبناء على هذا الجفاف قل الإنتاج والزرع والحرث، وأصبحت الناس في مجاعة كبيرة جدا. هلك الحرث والنسل، وأكلت الناس القطط والكلاب، لدرجة أن وزير الخليفة لما أتى مصر علشان يشوف أحوال الناس أخذوا البغلة بتاعته وأكلوها. لا يوجد ماء ولا طعام، لدرجة أن الناس ممكن يشتري البيضة الواحدة ب10 قراريط. من شدة الجوع وصل الأمر بالناس أنها تصنع الخطاطيف والكلاليب، ويصعد الرجل فوق سطح بيته ويلقي هذا الخطاف والكلباب ليصطاد المارة في الشارع ويأكل الناس. أكلوا لحوم البشر من شدة الجوع. عطش وفقر ووباء وبلاء وضيق وكرب وهم ولا يوجد أقوات، كل هذا بسبب جفاف النيل. وأسأل الله عز وجل أن يجعل مصر في ضمانه وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.